جواجم باش تولي قواقم. علاش؟ على خاطر ماشيين لمصر باش نتعرفوا على مجموعه جديده، مجموعه تعرفونا ياسر اسمها لغم. لغم مرحبا بكم. معنا عمر كامل اللي يغني في المجموعه، ومعنا السيده احمد شريف الياس تشيكو اللي هو قائد الفرقه وعازف الدرامز. اهلا شباب. الحمد لله الحمد لله. انا فرحان ياسر اللي بوجودكم معنا اليوم في جواجم. علاش؟ على خاطر انا اكتشفتكم في السيف، ندخل ديما فيك الجروبس، فيسبوك جروبس نتاع المساروه، نعطها كيما مثل هات سينيجيبت وكل شيء، ونلقى لقيتكم عاملين نعطها شير، نعطها نتاع الفيديو كليب نتاعكم سمعت، ويظل لي الاغنيه الاولانيه اللي سمعتها وقتها نار الرصاص، قلت واو. ومن بعد قعدت نتبع فيكم ولقيتكم فريمون يعطيكم الصحه. ومن بعد قد بيت على خاطر نتوما نعطها هذا اول عمل نتاعكم، دونك اول حاجه باش نبداو بها نعرفوا على لغم، شكوني لغم وكيفاش بدات الحكايه؟ شيكو ممكن يقول لك لغم ابتدت ازاي. انا جيت في مرحله متاخره شويه. انا ابتديت لغم من اواخر 2020. اوكي. كنت بلعب في فرقه تانية بس ما كنتش لاقي الحاجه اللي انا عايز اعملها بالظبط يعني، وكان دايما بيكون في خلافات في الذوق الموسيقي وفي الفن، لحد ما قررت ان انا استقل عن الفرقه دي واكون فرقه اللي هي لغم، واتفق مع الناس اللي هتيجي من الاول خالص واوضح لهم الرؤيه اللي انا عايز اعملها. بس لحد ما قابلت اول حد انضم ليا في البروجكت ده، كان الجيتارست محمود حاتم، ويعتبر هو اللي ابتدى معايا من فتره كبيره يعني. من اول ما البند ابتدى تقريبا بثلاث شهور، هو جه بعد ما انا ابتديت بثلاث شهور. وفي ناس كتير طبعا جت وناس كتير مشيت، وفي اللي مش ناس كتير تعرف الحاجه دي، في تراكات نزلت قبل كده اتلغم بس اتمسحت طبعا لحد ما استقرينا. أوكي. على الشكل بتاعنا. بعدها بعد ما محمود جه معايا وقعدنا نشتغل فتره انا وهو على مزيكا بس، لحد ما قابلنا عمر كامل بعدها تقريبا بخمس شهور او بست شهور، ودخل معانا يعني، وابتدينا نشتغل وعملنا اكتر من تراكين لحد ما انضم لينا البيزست كريم وسيم. فبعد ما عمر جه تقريبا بشهر او بشهر ونص ما كملوش، هو كريم كان جاي عن طريق عمر اصلا لان هو صاحبه وبيلعبوا مع بعض في فرقه تانية، بس لحد ما استقرينا كلنا على الشكل ده. هو ده شكلنا دلوقتي، انا وعمر كامل الفوكال وكريم وسيم البيزست ومحمود حاتم الجيتارست. هل الفكره من النهار الاولاني شيكو اللي نعطى لغم باش تبدا مجموعه تاع روك ميتال كيما نعطى الصوت اللي قاعد نسمعوا فيه كيما نعطي نسمعوا فيه توا؟ يعني اعتقد ان هو ما بين الهارد روك والروك والالترناتيف، ممكن شويه ميتال، في شويه انفلونسز ميتال شويه او نيو ميتال حبتين. بس يعني هو ده بقى ده اللي طالع من الفورميلا بتاعت الاربعه الممبرز اللي في الباند. يعني كل واحد جايب انفلوينسز مختلفه شويه بس كلها مشتركه في حته ان هي دي ار هيفي، وفي يعني حاجات ميلوديك شويه كتير. وشيكو الصراحه كان بيشجعني دايما لما اجي اكتب فوكلز، فيقول لي عايزين فوكلز بقى وهارمونيز وكواير ومش عارف ايه، فاقول له يعني مش هنعرف نعمل كده لايف، مش مشكله يعني از لونج از وانا بنجرب بس في الاول لحد ما وانا بحب اعمل كده، بس كنت دايما بريفرين من ان انا اعمل كده عشان ما اعملش اوفر. بس شيكو شجعني الصراحه وخلانا نكتشف يعني صوت جديد بشكل جديد اعتقد يعني في البروجكت ده اي نجم نقول اللي هو صوت جديد، خاطر نجم نقول سيدا نعطى بون. سمعت برشا انا مجموعات عربيه بون بالطبيعه، نعطى المجموعات الروك التونسيه والميتال والسيده المغربيه والمصريه والاردنيه واللبنانيه، اما نجم نقول اللي انتم سيدا عندكم شخصيه اللي مش موجوده بكثره في المجموعات الروك العربيه، نعطى اللي هي
كما قلت انت هارد روك معناتها فما نلقاو الاوسيس ونلقاو الغانس اند روزز، يعني زوز الزوز انفلونسز. يعني هو بريتي ماتش يعني في انفلونسز كثيره طبعا، يعني غير غانس اند روزز، و يعني في من الانفلونسز بريكنج بنجامين و سيستم اوف داون، بويزن زي اللي على التيشيرت، لينكن بارك، يعني all the way from ده لميجا ديث في شوية، هتلاقي في شوية ممكن كانيبال كوربس وشوية حاجات ضلمة قوي كده، بس ده مش من عندي، ده كريم هو أكتر في الديث كور والنوع الأجل. الانفلونسز دي بتخش في المزيكا واحنا بن يعني غصب عن يعني مش غصب عننا، يعني هو ده اللي بي انسباير الكتابه اللي احنا بنكتبها يعني. اوكي، وانتم انا قعدتوا تابتوا في الفيديو كليبات من اول شهر جانفي ومن بعد خرجتوا نهار 22 نوفمبر الاي بي نتاعكم 90%. علاش 90%؟ علاش مش 100%؟ معناتها الخدمه نتاعكم انتم تشوفوا اللي ماهيش كامله. لا، هو الفكره ان هو الثيم بتاع الالبوم لما ابتديت اكتب كان فيه اوريدي مثلا اربع اغاني مكتوبين كمزيكا، كان شيكو ومحمود. ده كان بناء على الاغاني اللي انا قلت لك اللي هي اتعملت قبل كده. اوكي، واحنا عدينا عليها بعد لما عمر جه، وكان في زي توبكس او يعني ثيم للتوهان والديسكومفورت والديسبيريشن او يعني الاحباط مع عدم المعرفة أو عدم القدرة على رؤية مستقبل واضح، والرؤية يعني الحالة دي اللي كتير مننا يعني بيعدي فيها ساعات كتير، وفي كتير ما بيقدروش يخرجوا منها بسهولة. فكنا بنفكر إن هو ده عامل بالظبط زي كأن واحد سكران بس شارب حاجة فيها 90% كحول، which is يعني أوكي مش شارب خالص، نفس حالة التوهان وعدم الـ disorientation اللي بنحاول نعبر عنها في الـ EP. واضح ياسر. أول غنية سمعناها هي في الساحة عنتر، دونك توا باش نسمعوا من غير جنازير، خاطر السادة كيف كيف احنا الغاية متاعنا اللي نعرفوكم أكثر سادة بالجمهور التونسي والجمهور نعطها اللي قاعدين نسمعوا فينا نعطها ان شاء الله في كامل انحاء العالم العربية على ديوان fm.net/live او على الفيسبوك تاع ديوان. شنجموا تقولوا لنا على من غير جنازير؟ عايز نقول لك ايه عن الكلمات، المزيكا، الكلمات مثلا هي الكلمات هي يعني من غير جنازير، انه يوجولي الانسان يعني جنازير بيبقى اسوشيتد عند البني ادم ان هو تكبيل، يعني حد مكبل بجنازير او وهو ده الاحساس، بس هو ده الاحساس بس مفيش جنازير فيزيائيه، يعني هي كلها في الافكار او في الحاله الشعوريه، الإحساس بأن الواحد محبوس ومش عارف يخرج أو يطلع من المكان اللي هو فيه سواء شغل أو في حياته لأيا كان المواقف، الإحساس بالحبسة دي، إنك إنه there is no way to run، مفيش مكان تقدر تروحه وإنت زي محبوس في المكان بتاعك بس مش فيزيائيا يعني. واضح. اوكي، ثم تسمعوا فيديو ان اف ام هذي جواج من اسمه توا لغم في من غير جنازير. انتم تسمعوا في جواج ومعي عمر الكامل المغني تاع لغم واحمد شريف الياس تشيكو عازف الدرامز الباتري. حبيت نفهم حاجه توا، هذي نعطيها الاي بي الاولاني نتاعكم، منين جاي النضج هذي الكل؟ راو نعطها موسيقى، نعطها موسيقى، موسيقى مخدومة، موسيقى نعطها فيها برشة برشة فايبس، برشة تنويع، منين جاء النضج هذي الكل؟ ده محمود حاتم الجيتارست، هو الماستر مايند بتاع الكتابة المزيكا. يعني عادة احنا لما بنكتب هو محمود بيكتب خلص وانا ضايف عليه فوكال لاينز بقى والالحان بتاعته، نشتغل كلنا بعدين.
بس محمود هو يعني هو المهندس بتاع المزيكا كلها. اوكي واضح ياسر. لا يعطيه صحة محمود، معناتها عضو مهم جدا في في لغم. وحاجة أخرى توا التسجيل تاع الألبوم كيفاش صار وين كان؟ خاطر هو بيدو تسجيل تاع الألبوم جيد. والله احنا بنسجل يعني كل حد فينا عنده التولز بتاعته في البيت عندنا، يعني ده الهوم ستوديو بتاعي انا. أوكي. صغير المكان اللي بشتغل فيه بسجل فيه، ومحمود نفس الحكاية عنده برضو، وكريم نفس الحكاية، وبنشتغل يعني لما ما بنقدرش نتقابل بنسجل ونبعت لبعض ونجمع الحاجات على بعض ونبعتها تعمل لها ميكس وماستر وده المنتج يعني اللي بتشوفه في الآخر. اي خاطر عمل جيد بالكدا. اي واي يعني كنا مهتمين ان احنا نقدر نعمل الحاجات دي بنفسنا عشان ما تبقاش الفلوس عائق قدام ان احنا ننتج اغاني، وقدرنا نعمل كده. ويعني دي شهادة منك ان الكواليتي كويسة، فاتمينز ان احنا بنعمل حاجة صح يعني. هذا يعطيكم مسؤولية كبيرة ياسر قد تهبطوا اون ستيج، معناتها خاطر في اللايف يلزم المستمع يعاود يلقى المود الصوت اللي يلقاه في اليوتيوب او في السبوتيفاي او فيه. هي دي اهم حاجة كنا بنركز عليها، ان احنا عايزين الحاجة اللي احنا بنسمعها او اللي احنا بنسجلها المستمع يجي في اللايف لو هي عجبته يجي يلاقي نفس الحاجة اللي هو بيسمعها. يسمع حاجة ويجي يلاقي تغيير في المزيكا، اصل ده مش عارف يعمل حاجة، اصل الصوت هنا مش زي ما انا سمعته. فدي كنا اكتر حاجة بنركز عليها. وكمان احنا اصلا قبل ما بنميكس والماستر التراك بيبقى فيه مراجعات كتير قبل ما بنطلعه للجمهور. واضح. حاجه اخرى تو انا شفت بعض الحفلات اللي سجلتوها، انا موجوده فيديو على فيسبوك بيج نتاعكم، يظل لي نعطى مش عندكم اغاني اخرى، نعطى مش كل خمس اغنيات كاو اللي موجودين في الاي بي اللي تعسوها، فما اغاني اخرى اللي قاعدين نعطى تعسوا فيها على الركح. ما هو ده اللي انا يعني اللي احنا اتكلمنا فيه، احنا في عندنا تراكات تانية وبنحضر الالبوم تاني دلوقتي. واضح. غير اي بي 90%، اي بي 90% خمس تراكات خلصوا، احنا حاليا معانا حوالي 9 اغاني او 10 اغاني، ولسه في من الالبوم الجديد حوالي 4 أو 5 اغاني تاني، لان ده فول البوم مش اي بي. لسه حاجات تاني بنشتغل عليها الفتره دي، بس لسه ما استقرناش على الاسامي، لكن الاغاني اللي انت سمعتها في الحفلات دي خلصانه، بس لسه هتنزل مع الالبوم. مش لسه لحد دلوقتي مش مستقرين، هننزلها سينجلز، هننزلها مره واحده، هننزلها سينجلز في فترات متقاربه من بعض، يعني لسه ما استقرناش لحد دلوقتي لا على المده ولا على اسامي التراكات. واضح. توا نعطها انتم من مصر او نعطها من القاهره ولا من اسكندريه؟ يعني القاهره كلنا من القاهره. اوكي كلكم من القاهره. شفت مثلا عاملين نعطها شاركتوا في زمالك روك فيستيفال، نعطها فيهم توما لغم في روكسي في تحت الصفر في ده كان قبل ما عمر كامل ينضم لينا. معناتها هذه يمكن من يذل لي، هذه كانت اول حفله ليكم او دي كانت اول حفله اللغم بالضبط، بنعتبرها كانت يعني حفله بنجرب بيها شعور الستيج واحنا مع بعض، وده كان كنت انا ومحمود حاتم بس اللي في الحفله دي. اوكي. مش لغم قاعد دلوقتي، كنت انا ومحمود حاتم بمزيكا مختلفه وبليركس مختلفه وباعضاء مختلفه. واضح. توا نعطى فرصة وجودكم نتصور في الساحة المصرية، نعطى كيفاش كان الإقبال على الأغاني نتاعكم، على الإي بي نتاعكم، على الحفلات نتاعكم؟ في الحفلات يعني احنا لسه ما نزلناش حفلات كتير، ما نزلناش يعني من ساعة ما نزلنا الإي بي لسه ما نزلناش أي حفلات غير حفلة واحدة تقريبا، كانت حفلتين لعبنا حفلة في اسكندرية في مركز الجزويت. ده كان قبل نزول الاي بي ده كان قبل نزول الاي بي يعني كان
تحضيرا يوم لنزول الاي يوم بي. يوم النزول الاي بي احنا كنا بنلعب لايف في ساقية الصوت اوكي ريليس بارتي نقولوا هذيك كان في ناس يعني انا شخصيا استغربت ما كنتش متوقع يعني كان في ناس قدام وفي ناس كانوا حافظين ليركس كلمات اغاني واو وفي ناس يطلعوا الموبايلات وبيدوروا على الكلمات ويغنوا معانا وكده ودي كانت اول مره نلعب بقى الفول ريبرتوار بتاعنا لايف وكان كان يعني الاقبال كان لطيف يعني اعتقد بشويه ماركتنج من ناحيتنا كويسين هيبقى الموضوع في امل يعني واضح ياسر تو نسمعوا الاغنيه الثالثه في ترتيب الاي بي 90% اللي تنجموا تسمعوها على المنصات اللي موجوده نعطها تسمعوا في ديزر في سبوتيفاي في انغامي تنجموا تلقاو سيدة الاغاني كل في اليوتيوب في الشانل القناه نتاع لغم على يوتيوب باش نسمعوا مسموم احكينا شويه على مسموم مسموم كنت يعني احنا في هو مفروض بيحاول يرصد الحالة بتاعت الشخص اما يعني من كتر الانتقادات او احيانا من تجارب تنمر او يعني اي حاجة من هذا القبيل وبعدين يبتدي هو يطور سلوك من نفسه ما يعجبوش هو يبقى كأنه بقى عيان بالحاجات اللي هم بيعملوها فيه فبيصبح مسموم انه هو ما بقاش شخص ان انا ما بقتش شخص كويس وانا مش مبسوط ان انا الشخص المسموم ده وبحاول ارصد يعني تفاصيل الرحله اللي هي من ساعه ما تبتدي ان انت في الاول يبقى عندك امل لغايه ما توصل من كتر الانتقادات والتنمر ان انت تقول لا انا اللي وحش انا اللي سيء انا اللي اكيد مسموم ومحتاج دواء او محتاج حد يعالجني لان انا خلاص بقيت انا مش مسؤول عن هذا الشخص اللي بقى مني نجم نقول لكم الاولاد اللي انا فان نتاع لغم سي نعطيها نجم نقول زيد تو سمعت اكثر الاغاني بالهيدفونز نعطيها نجم نقول لكم اللي زادت القيمه تاع الخدمه نتاعكم في مخي لا نعطيها لا برافو عليكم على العمل هذا عمل جيد لا بالحق وهذا من غير واحد نعطيها من غير مجامله دونك عمر كامل في الغناء احمد على فكره بش. احنا مبسوطين كيفاش؟ صارت اشكالية يذولي في احنا مبسوطين ان مزيكتنا وصلت لحد عندكم لا نعطيها لازم توصل في العالم العربي كامل نعطيها جوستومون الكلمات الاختيار تاع الكلمات باللغة العربية هذه كانت نعطيها كان اختيار من الاول كان حاجة اللي هي كانت مفروضة في المجموعة وجيت هكاكا خاطر في العاده وقت اللي واحد يعمل مجموعه تاع روك يقول لك بيه نعرف نحمل نوصل العالميه دونك لازمني نعمل كلمات بالانجليزيه. يعني هو احنا طبعا معظم الانفلونسز بتاعتنا او معظم المصادر بتاعتنا للموسيقى دي سامعين كلام بالانجليزي اللي هو الهارد روك اللي احنا بنحبه يعني باللغه بتاعتنا احنا اللي احنا بنتكلم بيها. ودي كانت حاجة كنا حابين نستكشفها زي ما باندات تانية كتير بتحاول تعمل كده ونحاول ان احنا نلاقي فورمولا how to make it sound cool لانه كتير قوي ما بتيجي تكتب بالعربي زي ما بتكتب بالانجليزي لو متعود تسمع انجليزي بيبقى الكلام شوية صوته يعني تحسه ركيك شوية مثلا او ما فيهوش بلاغة او كده فهو ده كان الهدف ان احنا كمان يعني احنا مصريين عايزين نكلم الناس اللي زينا اللي بيتكلموا العربي اللي تفهم اللغة بتاعتنا مش لازم يكون حد بيعرف انجليزي او حد يعني وحتى الناس اللي بتسمع نفس المزيكا بالانجليزي يعني دي زي ما تقول حاجة احنا واخدينها as a mission لو جاز التعبير ان احنا نخلي ان الروك عبارة عن
يعني المزيكا بتاعته تبقى كمان متقبله اللغه العربيه، بحيث انه يبقى نقدر نريليت ليها اكتر ونقدر نتواصل مع المزيكا اكتر، لانها باللغه بتاعتنا اللي احنا متربيين بيها وبنفكر بيها مينلي. يعني شو اللي يخليكم تتشجعوا باش تغنيوا وتكتبوا كلمات باللغه العربيه؟ نجحات مجموعات معناتها خرجت اغاني باللغه العربيه في النوعيه هذه معناتها من قبلكم؟ عندكم انفلونسز تاع مجموعات او فنانين خرجوا اغاني هكاك معناتها بالروك بالعربيه؟ لو هنقدر نقول يعني اقرب حاجه للروك سمعناه من الشرق الاوسط كان ممكن آخر زفير، كايروكي، مسار إجباري، ملاز. الناس دول كانوا من الناس يعني، وبالذات كايروكي ومسار إجباري، لأن هم وصلوا لكوميرشال ليفل بمزيكا فيها إنفلوينسز روك، وفي منها بعضها روك خالص، وكان صوتها حلو يعني، صوتها مش زي ما احنا متعودين انه روك عربي ده هيبقى نص كم. فده شجعنا اكتر انه احنا كشرق اوسط او احنا كمتحدثين باللغه العربيه احنا محتاجين ده اكتر، محتاجين من ده كتير، ننتج انواع مختلفه من الموسيقى باللغه بتاعتنا، لان احنا كتير قوي بنشتكي انه ما فيش موسيقى مصريه او من الشرق الاوسط عموما غير حبيبي وحبك واشتقت اليك وهات ايدك وايدي والكلام ده، لانه مفيش حد تاني بيحاول يتكلم في مواضيع تانية بمزيكا تانية بنفس اللغه. اي حد بيبتدي يروح لمواضيع تانية يقوم داخل يوم يروح يكتب انجليزي او يعني يسيب الموضوع تماما من ناحيه العربي، لان هو صعب يعني، هو مش سهل يعني ان احنا نكتب بالعربي، لان احنا كمان ما عندناش زي ما تقول ليجاسي نقدر نستقي منه اللغه العاميه بتاعت النهارده. ما عندناش باندات كانت مشهورة في التسعينات والثمانينات والسبعينات واحنا بنبني عليه، احنا لسه كلنا بنستكشف حاجة جديدة ابتدينا نقدر نعملها في الوقت ده من الزمن يعني. حتى إذا كان نجم نعطيك يلو كارد نعطى بطاقة صفراء، علاش؟ على خاطر فما مثلا مجموعات تونسية اللي عملت هارد روك وميتال باللغة العربية، مثلا برزخ اللي من 2000 ونعطها خرجوا برشا ما بون باللغه التونسيه لا محاله. انتم يمكن تشوفوا اكثر الشرق من المغرب. فما سيدة مجموعات اخرى نعطها بون ما نذكرهاش، فما نواثر شويه كميراث، فما خاصه سيدة في المغرب فما بتيوناتنا، فما مجموعات نعطها قاعده هي بيدها تحاول باش تستعمل اللغه العربيه. يعني الفتره اللي انا بتكلم فيها دي اللي هو بدايه من سنه 2000 2002 3 اللي ابتدينا الجيل بتاعنا من الشباب اللي بيحب الروك والميتال ان هو we want to take it one step further، بقى طب احنا عايزين نعمل من ده in our own language and have our own scene and our own rock and roll hall of fame لو ممكن في يوم من الايام. وعليش ليه يلزم يكون هكا. نارو الرصاص نحكي لنا عليها. نار ورصاص هي تعتبر البيك بتاع الاي بي، وهي اكتر اغنية سمعت قوي مع الناس يعني، حتى لما كنا بنلعبها لايف دي الناس بقى كلها تطلع الموبايلات ويعملوا كده، واغلب الناس كانوا حافظينها. هي بتعبر عن حالة يأس من المستقبل وامل يعني، مع اليأس اللي في الوقت الحاضر بس لسه في بارقة أمل لسه مش واضحة قوي، بس هي في مكان ما out there واحنا في رحلتنا للبحث عنها في وسط الضرب والنار والرصاص والتحديات بتاعت الحياة اليومية يعني. انتم تسمعوا في جواجم.
ومعنا عمر كامل المغني وأحمد شريف أليس تشيكو عازف الدرمز في مجموعة لغم. لغم شكرا شكرا جزيلا على الانترفيو هذي. حاجة بلاي علاش خطي تابتو على الركح تبدأ يولي بسين نعطى بدلة تاع جيش ناش قاعدين نسمعوا فينا الليل ولاد دونك انا ديريكت ناش كذا كان يسمعوا فيا عمر واحمد بيان ايفيدامون هذا الديريكت. نذكر اللي مجموعه لغم موجوده في القاهره فوالا دونك احنا نحاولوا ديما بالتكنولوجيا يسمعوا فينا تسمعوا فينا اوكي مالا نعطى السؤال ناش اذا كان سمعتوه نعاودوا علاش اختي تابتوا على الركعه انتم وحتى في الصور نتاعكم لابسين بدله تاع جيش؟ الصوت بيقطع بس شويه ما ممكن. اوكي اللبسه نتاعكم علاش لبسه تاع جيش؟ ما هو يعني انت لو خدت بالك هتلاقي الالفاظ يعني الثيم بتاع الباند انه احنا الجيش بتاع حاجة. الحاجة دي هي الفكرة اللي احنا يعني بنريبرنتها. وحتلاقي ده ظاهر قوي في اختيار الالفاظ في كل الاغاني، انه هتلاقي دايما في نار، في رصاص، في جنازير، في مورفين، في دم، في سم، في يعني كل الالمنتس اللي ممكن تلاقيها في السيناريو بتاع حروب. فاحنا كنا يعني هي الفكرة جت من اسم الباند اكشلي، ان هو اللغم ده، اللغم ده اول حاجة بتيجي في دماغك انه لغم يعني في حرب وفي حقل الغام وحاجات زي كده. وان احنا الناس اللي زي ما تقول هندوس على اللغم عشان يفرقع ويعمل بوم كبير في الشرق الاوسط يعني هوفلي طبعا. وحبينا ان الشكل كمان بتاعنا كلبس يبقى بيكمل الصوره دي كلها، انه يبقى تبقى ودنك سامعه مزيكا اجريسيف فيها انرجي وفيها باور وفيها الكونفيوجن بتاع ساحه المعركه، وفي نفس الوقت واحنا على الستيج انت شايف بعينيك انه في سكواد من 5 أو 4 اشخاص بيحاربوا عشان يوصلوا الفكره بتاعتهم. اوكي نعطها نهار باش تعملوا كيما سبتان باش تهبطوا دبابه على الركحه. واضح. اوكي شكرا شكرا عمر شكرا احمد وكل توفيق في المستقبل ان شاء الله نشوفكم في تونس هذا في مهرجان المهرجانات. يعني على امل ذلك في اكيد قريب هوبفلي ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. اوكي اخر اغنيه باش تكون جوستومون مورفين لغم. شكرا الى اللقاء. شكرا